ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أيضا هاتفيا اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. ست اللواء، لماذا عاد الإرهاب ليضرب مصر من جديد بعد توقف ملموس لأشهر متعددة؟ مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وبزملاء العمل في الاستوديو، وأهلا بالسادة المشاهدين. بداية بس ببعت برقية لأرواح شهدائي من 48 لحد النهارده، وبقول لهم شعب مصر كله يعلم لماذا قدمتم أرواحكم، وشعب مصر كله مشروع شهيد، وأقسم بعزة جلال الله كل حبة رمل فيك يا مصر، مش سينا بس، في رقبة كل مصري ليوم القيامة اطمنوا احنا يستحيل دمكم روح حضر أبدا. طيب، هو الإرهاب ممشيش عشان يعود، هو الإرهاب ساكن بيستعيد نشاطه وتوازنه عشان يضرب ضربة مرة وأخرى. إنما اللي بيستوقفني هنا نقطة لازم المصريين ينتبهوا ليها. كان الإرهاب بيضرب الأول الأهداف العسكرية في الشمال الشرقي عشان يكسر كل قوى الأمن، سواء قوات مسلحة أو قوات شرطة مدنية، يعني قوات إنفاذ القانون وقوات مسلحة وشرطة مدنية، عشان يعمل حالة من الهلع ويعمل تفريغ لسيناء من قوات الأمن عشان تتهيأ الفرصة إن سيناء تبقى منطقة تتحول طبقا للمخطط السابق القديم إلى إمارة وولاية إسلامية زي ما كانت تتسلم من 2012-2013. نعم. طيب، قوات الأمن شرطة وإنفاذ القانون متماسكة وثابتة ومتواصلة، وبتطهر تباعا، وبالذات مع الإنهاء الأنفاق تدريجيا والسيطرة على تدفق الدمار من قطاع غزة إلى جوه سيناء، في سيطرة إلى حد كبير بوجود الموانع بشكل أو آخر والسيطرة. نعم. طيب، الهدف اللي أنا بتكلم فيه، طب ما تيجي نضرب كل أداب تسعى لتعمير سيناء. سيناء ما ينفعش تتعمر، سيناء لو تعمرت وبقى فيها حياة اقتصادية وبقى فيها ناس، فيها ناس زي حضرتك وزي زميلتك، وبقى فيها محطات وبقى فيها مدارس وبقى فيها مزارع وبقى فيها مصانع وبقى فيها محاجر وبقى فيها قرى متعددة على طول شواحل سواحل المتوسط وعلى طول قناة السويس وعلى طول خليج السويس وخليج العرب، فكده معنى كده ان احنا بينتهي الامل تماما في ان سيناء تتحول الى منطقة معزولة عشان نحولها الى الهدف المستقبلي ان سيناء تبقى معزولة. والستين الف كيلومتر مربع اللي انا دايما أصر على هذا الرقم، 60,000 كيلومتر مربع يا فندم. عارف حضرتك مساحة إسرائيل وفلسطين مع بعض قد إيه؟ 27-28,000 كيلومتر مربع، ما يجوش نص سيناء. سيناء تغيير هويتها بشكل أو آخر معناها إنها بقت مستباحة. طب ما تيجي نضرب كل ما يسعى للتعمير، سيناء ابتدت الحياة فيها ترجع لحياتها الطبيعية، الشوارع بقت طبيعية، المدن طبيعية، القرى طبيعية، التعليم، الصحة، الحياة الاجتماعية تبقى طبيعية، الأسواق طبيعية، الحياة متوفرة، القوات المسلحة والشرطة المدنية بتوفر كل احتياجات الأهل، أهل مصر جوه سيناء. طيب، ما تيجي نهد محاور التعمير، أنا مش عايز سيناء تتعمر. طب هتتعمر بإيه؟ المية أساس الحياة. طب ما تيجي نضرب محطات المية. إذا كان الاستهداف لمحطة المية، السويس. نعم، كل هذه الأمور دايما انتبه يا فندم للآتي. نعم. ان الارهابيين مش ناس محترمين زي حضرتك وزي زملائك في الاستوديو، لا، ده ناس هم اداة بتنفذ فكر اجهزة متخصصة من دول اخرى قاعدة مرتبة دماغها وقدامها خريطة سيناء بحدودها شبه جزيرة سيناء، ازاي يتم هذا المسطح يفضل فراغ عشان يبقى نسيطر عليه مستقبلا. طب التعمير هيعمل لنا مشاكل، لو بقى سينا فيها 7-8 مليون انسان عايشين وبقيتي زي ما تكوني رايحه دمنهور، انا رايحه رمانه او رايحه بلوزه او رايحه الكونتيلا، ده انا رايح لحد العوجه وراجع، لا، ده مساله في منتهى الخطوره. انا ليا مصلحه، ليا زرعه في سينا، ليا سمك في بحيره البردويل، سمك نوع فاخر هيتصدر لاوروبا والدول اللي محتاجه، لا، كل التعميل ده مش مطلوب، مش مطلوب يبقى في قرى زراعيه ولا صناعيه ولا تعدينيه ولا سياحيه ولا ساحليه جوه سيناء. نعم. ابدا. نعم. طيب، ما تيجي نهد الاهداف البنيه الاقتصاديه اللي بنسعى لانشائها شرق سيناء. هذا هو المخطط بمنتهى البساطه. طيب،
المصريين قارئين لهذا؟ المصريين قارئين ونفسهم طويل قوي قوي قوي. وانا قلت لك على فكره انت في الاستوديو مشروع شهيد، زميلتك مشروع شهيد، كل ابن مصر مشروع شهيد، ودي مهمه بكل فخر واخدينها من الرسول الكريم من اكثر من 1400 سنه اما قال خير اجناد الارض. واجناد مش معناها جنود، معناها خير معاونين ومساندين ومؤيدين ومعضدين، انت خير نساء الارض. وما قال لانهم في رباط الى يوم القيامه، الرباط مش في ترابطين، الرباط لابسين الاوفرول وعلى استعداد للقتال، بدل ما هم الخيل مسروجه والفارس جنبها، لا، كل ابن مصر مشروع شهيد، اللي بيعمر لي سينا مشروع شهيد، وانت في الاستوديو مشروع شهيد، اللي عمر ما هيهز الارهاب هز دوله في حجمها واحد على ألف منك يا مصر باذن الله. طمني قوي واهل مصر يطمئنوا لهذا الامر باذن الله. فندم اللواء ناجي شهود المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.